مش كده؟ 3600 دكتور مصطفى بيصحح. لو انا عندي 180 مزيد من التقدم مع سيادتك يا فندم. طب خد بس يا محمد اللي يهمني. انا بقول لك كده ليه؟ فضل. عشان اقول للناس ان النهارده انا لو لما بكون عايز اوفر فرص عمل، وقلنا ان احنا نعمل ده في الصعيد ونقدر نعمل قده 10 مرات، نقدر يا دكتور مصطفى؟ نقدر مش 10 مرات، 20 مره. ولو عملتهم يا محمد هعملهم فين؟ هعملهم في الاراضي اللي مش زراعيه. طب ليه؟ عشان اسيب الارض الزراعيه لينا الاهالينا وللمصر تنتج، واعمل الصناعه دي. ويبقى انا النهارده اذا كان الفدان بيشغل فرد ولا اتنين، هنا في المكان ده بيشغل 20 وممكن يبقى اكتر من كده. ده السؤال. طيب اسالك اكتر، طيب متوسط المرتبات اللي انت بتدفعها كام؟ اتفضل يا فندم. متوسط المرتبات اللي انت بتدفعها كام للشباب اللي عندك؟ اعلى حاجه واقل حاجه. بيبدا من 2000 يا فندم، بيبدا من 2000 كل شاب على حسب مهنته في المصنع. ايوه وشطارته. 2000 جنيه واقصى حاجه؟ وشطارته يا فندم. طبعا وشطارته طبعا. قدراته ما اربعه يا فندم. اربعه. وطبعا كل ما هتنجح هتحسن اكتر. وطبعا ال 2000 جنيه في الصعيد اكيد اكيد غير ال 2000 جنيه في اي حته تانية. لكن انا بقول لاهل الصعيد هنا، مش سوهاج بس، احنا نقدر نعمل قد المجمع ده 20 مجمع. وانا جاي شفت الجبل وشفت يعني المنطقه المستويه اللي جنبه دي تتعمل، وانا بقولها لكل محافظ ولينا احنا كمان، تتعمل مساكن وتتعمل مجمعات صناعيه. مساكن عشان ما نستهلكش الارض الزراعيه، ومجمعات صناعيه عشان الناس تشتغل. واحنا محتاجين كتير قوي قوي على الاقل نلبي حاجات الناس، حاجات الناس في مصر يعني. فانا بهنيك، مش عايز اقول لك بتكسب كام عشان انت لسه بادئ يعني، وبس مش ما تخافش، وزير الماليه ملوش دعوه بيك خالص عشان تبقى مطمن. ما تخافش بتكسب كام بقى يا محمد؟ المجمع الصناعي هنا يا فندم بتكسب كام بقى؟ الحمد لله يا فندم، انا لسه في البدايه، انا لسه في البدايه يا فندم، ببني مشروعي. بضحك معاك، متشكر يا محمد، متشكر جدا. شكرا استاذ محمد، كل سنه وانت طيب. الله يكرمك يا فندم. المجمع الصناعي ده من احلى ما يكون عندنا هنا يا فندم. طبعا انت طيب يا فندم، شكرا. والرياضه للناس، وخلي بالك من مصنعك، وامن واشتغلوا بدري ووفروا كهرباء، يعني اشتغلوا عشان تكسبوا، ربنا يوفقكم. شكرا.